اهلا بيكم في حلقه جديده من تعلم الشطرنج. المره اللي فاتت عرفنا قاعده مهمه جدا، وهي قاعده الكي سكوير او مربعات الملك المهمه او مربعات البونز المهمه، اللي لو الملك بتاعنا سيطر عليها لو احنا الطرف الاقوى وعرفنا ده معناه ايه نكسب الماتش، ولو احنا الطرف الاضعف وسيطرنا على الكي سكوير بتاعه المربع هنقدر او الكي سكويرز بتاعه المربع هنقدر نعمل تعادل. وطبعا كل دوت بيساعدنا ان احنا نقدر نوصل او نكسب ادوارنا بشكل افضل، او في حاله ان احنا عندنا الامكانيه ما نخسرش نقدر نحقق دوت عن طريق تطبيق القواعد. والنهارده هنستكمل موضوع الاند جيم بتاع العساكر، واللي خدنا فيه الجزء الاول الكي سكويرز هنكمل النهارده على موضوعنا، وهنتعلم حاجه مهمه جدا في اند جيم العساكر، اللي هو لما يكون ملك وعسكري ضد ملك، حاجه او قاعده مهمه جدا هنستخدمها بعد كده في كل مراحل الاند جيم او كل انواع الاند جيم، اللي هي المواجهه او المقابله زي ما كنا بنقول عليها بالعربي، او بالانجليش بنسميها الاوبوزيشن. ودلوقتي نروح لاول فقرات برنامجنا النهارده، حصه الشطرنج. ودلوقتي ميعادنا مع حصه الشطرنج اللي هنتدرب فيها بشكل نظري على مواضيعنا المختلفه اللي هتساعدنا دايما يكون مستوانا احسن في اللعبه. لكن قبل ما هنبدا هنرحب كالعاده بابطالنا واصدقائنا الدائمين معانا. احمد، ازيك يا احمد؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويس. وحبيبه، ازيك يا حبيبه؟ كله تمام؟ الحمد لله. كله تمام؟ جاهزه النهارده؟ تمام. هنستكمل مع بعض النهارده موضوعنا الخاص بالان جيم او النهايات البسيطه بتاعه الملوك. طبعا في حاله النهايات البسيطه بتاعه ملك وبون ضد ملك، الطريقه الوحيده ان انا اكسب بيها ان احول البون بتاعي اقدر اوصله بامان للصف الثامن انه يبقى كوين. وشفنا المرة اللي فاتت ازاي نبقى نسيطر على المربعات المهمة والكي سكويرز بتاعت البون عشان نقدر نوصل بيها ان احنا نرقي البون بتاعنا وانه يقدر يتحول يبقى كوين، وبعدين نحقق التشيك ميت اللي هتقدر تكسبنا الجيم بتاعت الشطرنج. لكن عشان نعرف اكتر عن الموضوع الكي سكويرز هنعرف حاجة اسمها المقابلة. يعني ايه المقابلة؟ المقابلة اللي هي الاوبوزيشن بتاعت التو كينجز مع بعض. طبعا احنا عارفين انه نوت الاود، مش مسموح ابدا ان يبقى فيه اقل من مربع ما بين الكينج، لازم على الاقل الملكين يبقى في ما بينهم على الاقل مربع، يبقى الملكين ما يقدروش يقربوا من بعض. انا هستغل القاعده دي دايما لمصلحتي. بمعنى ايه؟ الملكين طول ما هم واقفين قصاد بعض، الملك اللي عليه الدور زي ما احنا كده بالظبط عشان ما ننساهاش هنعتبرها وهنمثلها بطريقه حلوه جدا. الملكين واقفين قصاد بعض يعني هم في مواجهه بعض، اللي بيهرب من مواجهه التاني هو اللي بيخسر المواجهه، واللي بيفضل واقف في مكانه هو اللي بيبقى معاه المواجهه. يعني بمعنى ان الملك الابيض قدام الملك الاسود زي ما احنا شايفين، الدور لو على الابيض يبقى الابيض بيخسر المواجهه، لو الدور على البلاك هو اللي هيهرب من واجهه الملك، هيهرب من هو يبقى قدامه، فالبلاك اللي بيخسر المواجهه. الطرف الاقوى، وخلينا هنا هنسمي الطرف اللي معاه البون هو الطرف الاقوى، الطرف اللي معهوش بون هو الطرف الاضعف ايا كان لون القطع بتاعته. الطرف الاقوى لو هو اللي خسر المواجهه مش هيقدر يرقي البون وهيتعادل. طب الطرف الاضعف لو خسر المواجهه هيقدر الطرف الثاني يرقي البون ويكسب. الطرف الاضعف كسب المواجهه هيقدر يتعادل ويعوض فرق الماتيريال ويخلي البون الزياده ده ما يرقيش ويقدر يحقق التعادل في المباراه. خلينا نشوف الموضوع دوت ونكمل في الامثله بتاعتنا. يعني مثلا هنا الابيض عليه الدور، زي ما احنا عارفين ان الكي سكويرز بتاعت الدي 4 الدي 3 بون هي سي 5 دي 5 اي 5، فالابيض عايز يسيطر على الكي سكويرز عشان يعرف يرقي العسكري، فبيقوم ياخد المواجهه عن طريق انه يلعب كينج دي 4، فالبلاك بيهرب منه، نقوم واخدين مسيطرين على المربعات فناخد المواجهه بشكل جديد، يضطر يهرب اسيطر على مربع جديد فيجي معايا احرك البون اكبره ان هو يرجع لورا لانه طبعا ممنوع انه يطلع لقدام، ولو بعت هيسهل لي مهمتي ادخل بالملك في الدي 7 ورقي، فبالتالي انا بكسب. طب هنا نشوف الدور على مين. لو هنبدا نشوف الدور على الابيض بياخد المواجهه، البلاك يجي كده، نيجي ناخد المواجهه تاني يبعد، اجي في السي 5، مجرد ما سيطرت على الكي سكوير بكسب المباراه. دي الطريقه الصح ان احنا نرقي البوم بتاعنا، دايما اكبره لحد ما نوصل للقاعدة الأساسية بتاعتنا. قاعدة زي ما احنا عارفين قاعدة ما بتتغيرش، لكن ليها استثناء واحد هنقوله، الملك في الصف السادس قدام البون أنا كسبت بغض النظر عن مين عليه الدور. هقولها تاني، الملك في الصف السادس والبون وراه أنا كسبت. الطرف الأقوى طول ما هو في الصف السادس أو الصف التالت بالنسبة للأسود والبون وراه
انا كسبت بغض النظر عن مين عليه الدور، ده دايما اللي انا بحاول اوصل له، ما عدا الاي بون او الاتش بون، اي بون في العمود ده او العمود ده، دول اللي هم اسمهم الروك بون، البونز اللي قدام الروكس في بدايه الدور، دول ليهم قاعده خاصه، لازم الملك يكون بعيد خالص عشان اعرف اعمل لهم برموتنج، لان انا حتى لو في الصف السادس وقدام البون الروك بون مش هعرف رقيه، لانه ده بدا الكورنر او بدا الفايل الاي او العمود الاي او الاتش، دول صعب جدا ترقيتهم الا في حالات خاصه هنشرحها فيما بعد. هنا الاف بون عارفين ان الكي سكويرز بتاعته اهي، ازاي هنسيطر عليها؟ ناخد المقابله. دايما بص، المقابله لازم يكون دايما عدد المربعات اللي ما بيني وما بين الملك اللي قدامي فردي، يعني انا هنا ما بين الوايت والبلاك مربعين، انا كده مش واخد المقابله، انا اللي عليا الدور عايز اخد المقابله اطلع كينج اتش 4، ده لو انا عايز اخد المقابله. فهنا الابيض خد المقابله عشان عايز يكسب، البلاك هرب قبله تاني، هرب منه قبله تالت، اجبره انه يهرب منه، ابتدى يسيطر على الكي سكويرز اللي انا وضحتهم في الاول، وبالتالي هو في طريقه ان هو يكسب المباراه. فكره ثانيه، هنا الكي سكويرز بعيده، الوايت عليه الدور بس دي الكي سكويرز، يا ترى الابيض هيعرف يوصل لها؟ طبعا الكي سكويرز هي ديت اهي، هنا البي 5 سي 5 دي 5، ازاي هيقدر يوصل لها وهل هيقدر؟ لعب كينج بي 3، البلاك لعب كينج دي 5، كينج بي 4، كينج سي 5، كينج سي 4، عن طريق المقابله برضو الابيض قدر يوصل للكي سكويرز وهيكسب الماتش. طيب في حاله وجود 2 بونز التصرف بيبقى ازاي؟ ممكن نتخلى عن بون من الاثنين عشان نسيطر على الكي سكويرز بتاعت البون الثاني وتساعدنا ان احنا نرقي البون ونكسب، لان احنا في النهايه كل اللي محتاجينه هو بون واحد بس عشان نكسب المباراه. نشوف ازاي. هنا الابيض لعب كينج سي 2، خد المقابله وخلاه ياكل البون، بس في المقابل لعب كينج بي 3 وكينج اي 4 وخد منه المقابله وسيطر على الكي سكويرز بتاعت البون، ده له بون عشان يكسب بالتاني، انا مش محتاج ان الاثنين يكونوا معايا، لكن استخدم التاني، البون التاني استخدام صح عن طريق ان انا اخليه يساعدني او اشغل الكينج المنافس بالبون دوت، اخليه ياكله او اتحرك بيه، اخليه ينشغل بيه عشان اسيطر على الكي سكويرز بتاعت البون الاول واقدر اعمل له برموتنج واكسب المباراه. مثال كمان، طبعا الجي 3 بون قلنا الكي سكويرز بتاعته قدامنا اهي، اف 5 جي 5 اتش 5 هي ديت، انا مسيطر عليها اوريدي، لكن ازاي الابيض يكمل طريقه التكمله هي اللي بتبقى مهمه جدا. فكمل عن طريق ان انا العب البون في الجي 5 اجبره يرجع واخد منه المقابله، لازم دايما انا اللي باخد المقابله عشان اكسب، وبالتالي هكسب، هكمل بنفس الطريقه، اجبره يلعب كينج جي 8 اجيب الملك في الصف السادس واكسب. دي كانت بعض الافكار البسيطه ان انا اقدر استخدم فيها الكي سكويرز عشان اكسب، وهنشوف بالظبط تطبيق لده بس مع اولادنا، نشوف تطبيق بسيط لده مع اولادنا. دلوقتي يا احمد لو احنا البلاك عليه الدور ولعب كينج بي 6، المقابله هتكون مع مين؟ مع البلاك. مع البلاك، وبالتالي البلاك هيقدر يدافع عن الموقف ويعمل درو. اه بالظبط، برافو عليك. عشان الكي سكويرز بتاعت البون السي 3 هي ديت الثلاث مربعات دول، فلما البلاك يجي ياخد المقابله هيقدر يدافع ويتبادل السيطره مع الملك الابيض على مربعات الكي سكويرز او المربعات المهمه، فنقدر بعد كده نمنعه ان هو يرقي البون زي ما احنا وضحنا قبل كده. طيب سؤال اخير لحبيبه دلوقتي، البلاك هنا لعب في بدايه الدور كينج سي 7، الوايت لعب كينج دي 4، كينج سي 4، كينج سي 6، كينج بي 4. لو ملاحظين البلاك دايما يا حبيبه بياخد المقابله مع الـ مع الـ مع الوايت. دلوقتي ايه اللي خلى البلاك هنا لو الواي كينج في دي 3، طب لو البلاك لعب كينج دي 6 هتبقى صح ولا غلط؟ لا هتبقى غلط علشان هاخد انا المقابله. برافو عليكي. يعني لو البلاك لعب كينج دي 6 الوايت هياخد المقابله ازاي؟ كينج في الدي 4. كينج دي 4 هو اللي هيبقى واقف قدامي وفي ما بيننا مربع واحد، عشان كده البلاك ما جاش كينج دي 6، جه كينج سي 7 وحافظ ان هو ياخد المقابله عن طريق الابيض لما يلعب كينج دي 4. دلوقتي نلعب ايه يا حبيبه؟ كينج دي 6. كينج دي 6 وناخد المقابلة، برافو عليكي. طبعا ده مثال وتطبيق بسيط للفكرة بتاعت المقابلة، ودايما لو انا عرفت الفكرة الرئيسية في حالة ان انا الطرف الاضعف، واحنا وضحنا معناه ايه الطرف الاضعف، هقدر اعمل تعادل بشكل استباقي وبعرف من الاول المفروض مكان الكينج بتاعي يبقى فين، ولو انا الطرف الاقوى هقدر بسهولة ارقي البونز بتاعتي واقدر اكسب ادواري بفرق عسكري واحد بدون اي مشاكل.
ومفيش اي مشكله هيبقى تبقى عندي في دوت، لان انا عارف القاعده والفرق المعرفه دايما بيفرق في لعبه الشطرنج وبيساعدنا ان احنا نسقل مهارتنا وموهبتنا ان احنا نكون لعيبه احسن. وبكده نكون وصلنا لنهايه الجزء النظري بتاعنا النهارده، ونروح مع بعض للجزء العملي والتطبيق اللي شفناه دلوقتي بشكل نظري في فقرتنا الجايه، جربها بنفسك. ودلوقتي ميعادنا مع جربها بنفسك اللي ابطالنا هيتدربوا فيها بشكل عملي على الحاجات اللي اتعلموها النهارده. وبنفكركم ان هم النهارده اتعلموا قاعده مهمه جدا اللي هي الاوبوزيشن، او بنقول عليها بالعربي المواجهه او المقابله، وعرفوا ازاي يقدروا يكسبوا المواجهه وهي تعريف المواجهه اصلا، وعرفوا ازاي يدافعوا عن طريق ان هم يكسبوا المواجهه من اللي قصادهم لو كانوا هم اللي خسرانين العسكري. طبعا كل الحاجات دي بنحتاجها في الاند جيم، ما يكون معايا ملك ضد ملك ومعايا عسكري زياده، او ملك ضد ملك وانا خسران عسكري. بنقدر الفايت كلها في الموقف ده تبقى على الطرف اللي هيكسب المواجهه او اللي هياخد المواجهه هو اللي هيقدر يبقى الدور لصالحه، سواء لو كان اللي معاه العسكري هيقدر يكسب لو اخذ المواجهه، لو الخسران عسكري اخذ المواجهه هيقدر يطلع الدور تعادل. نشوف اول موقف مع حبيبه ونشوف هتتصرف ازاي في الموقف اللي معاها. هنا يا حبيبه اند جيم ملوك زي ما قلنا، ملك ضد ملك وفي عسكري هيبقى موجود. اللعب على الابيض، اللعب هنا الطرف الابيض لو عليه اللعب المفروض الصح ياكل بايه؟ طبعا الابيض متجه لكده، يبقى اللاعب الابيض ماشي ناحيه الاتجاه ده، والاسود طبعا المفروض لو في عسكري ماشي الاتجاه ده، والابيض بيمشي كده، عشان كده طبعا الابيض يقدر ياكل. فهنا في طريقتين ممكن ياكل بيهم العسكري الابيض، ممكن ياكل العسكري بالعسكري وممكن ياكله بالملك. تقدري تقولي لي مين فيهم الصح والمفروض اللاعب الابيض يعمل ايه عشان يكسب الدور؟ ياكل البون تكس بون، ياكل البون بالعسكري. طبعا هنا ده مثال للمواجهه، وقلنا ازاي بنكسبها وايه تعرفها، انه بيكون الملك قصاد الملك وفي بينهم مربع فردي واحد بس، ويكون اللعب على الطرف اللي هو هيبقى خسران المواجهه. كده اللعب على الاسود هيضطر يلعب مثلا هنا، نعمل ايه؟ طب اهم حاجه ان احنا ناخد المواجهه من الفايل اللي فيه العسكري او المكان اللي هيترقى فيه العسكري. طيب بعد كده بعد ما يمشي هنا كده او يرجع تاني نبدا نامن طريق العسكري بالملك عشان نقدر نرقيه. برافو عليكي. طبعا نشوف الحل الثاني، كان ايه اللي هيحصل لو كان اللاعب الابيض لعب غلط؟ الاكله الثانيه اللي كانت محتمله ان هو ممكن ياكل بالملك. طبعا في الحاله دي هيخسر المواجهه ويبدا الملك الاسود يعمل ايه يا حبيبه؟ بالظبط كده اخذ منه المواجهه ومش هيعرف الملك يعدي منه ويحاول يامن طريق العسكري. طبعا الهدف من المواجهه زي ما اتعلمنا في الدرس بيبقى دايما الهدف من المواجهه ان انا اخد المواجهه او المقابله ان انا اقدر اتقدم بالملك بتاعي لقدام وامن طريق العسكري عشان ارقيه. ناخد موقف تاني مختلف مع احمد. هنا يا احمد المره دي احنا بالاسود الملك الابيض واخد مننا المواجهه، واحنا عايزين طبعا ندافع عشان ما نخسرش الاند جيم ده، لان معظم الاند جيم اللي بيحصل في الموقف ده والملك الابيض لو اخد المواجهه او اللاعب اخد المواجهه من التاني بتؤدي للنتيجه في الاخر ان هو يخسر العسكري. طيب هنا المفروض الاسود يعمل ايه عشان يحاول ما يخسرش الدور؟ يزق العسكري كده. برافو عليك، يزق العسكري في الاف 5. طيب لو الملك الابيض لعب كده ويتنج موف عشان ياكل العسكري منك، برافو كده تقدر تقول لنا انت عملت ايه؟ مليته لما ياكل العسكري انا اللي باخد منه المقابله. برافو عليك، ودي برضو اصلا بنسميها ايه اللي انت عملتها دلوقتي دي؟ ويتنج موف، او بنسميها المواجهه عن طريق الدياجونال، المواجهه الوتريه. برضو هنا احمد اخذ منه المواجهه بالدياجونال، وبرضو لما يجي الابيض ياكل العسكري زي ما انت قلت كده يا احمد نرجع ناخد منه المواجهه تاني ونمنعه من ان هو يكسب. وبكده نقدر نكون شفنا موقفين مختلفين ازاي نخلي بالنا لو احنا اللي بنكسب، زي الموقف اللي كنا بنلعب فيه بالقطع البيضاء ناكل بالقطع الصح عشان نفضل محافظين على ان احنا نكسب المواجهه، وازاي هنا نقدر بطريقه كويسه الاسود يدافع عن خساره المواجهه اللي كانت عنده ويبدا يسترد المواجهه تاني ويطلع الدور درو. طبعا زي ما شفنا في المواقف اللي قبل كده ان لو الاسود كسبان المواجهه العسكري استحاله يرقي، وفي النهايه هيحصل ستيل مات او هيضطر الابيض يضحي بالعسكري عشان، وفي حالتين هتبقى درو طبعا. ونقدر نقول ان احنا لغايه دلوقتي وصلنا لنهايه فقره جربها بنفسك، وهنروح دلوقتي على فقره التحدي. دلوقتي ميعادنا مع فقره التحدي اللي ابطالنا فيها بيتحدوا فيها بعض عن طريق مباراه شطرنج ما بينهم، بيطبقوا فيها كل المعلومات اللي خدوها في الدروس اللي قبل كده. والنهارده هنبدا التحدي ما بين فريق الملوك انا واحمد، وهنتحدى بيه فريق كليوباترا، فريق كابتن مصطفى وحبيب.
طبعا النهارده اتعلمنا مع بعض استكمالا لجزء ازاي نستخدم الكي سكويرز او المربعات المهمه عشان نقدر نستخدمها في مرحله الاند جيم او النهايات البسيطه بتاعه الملوك والعساكر، ونقدر نرقي البونز بتاعتنا. والنهارده كانت اول مره فيها نعرف المقابله وازاي نقدر نستخدمها في صالحنا عن طريق ان احنا نكسب، او لو احنا الطرف الاضعف برضو نستخدمها في مصلحتنا عن طريق تحقيق التعادل. دايما بنشوف مدى تحقيق دوت وهو والدروس اللي سابقاه من كل الدروس اللي احنا خدناها لو اولادنا اخدوها معانا، بنشوف دايما مدى تحقيقهم واستفادتهم من دوت خلال ادوارهم ولعبهم. ودلوقتي هنستكمل الدور اللي كانوا بدأوا المره اللي فاتت، حبيبه بالقطع البيضاء واحمد بالقطع السوداء. يلا نبدا، اتفضلوا. طبعا الدور كان عند حبيبه والابيض هو اللي عليه الدور. لعبه روك دي 1 قررت تشارك البلاك في المساحه اللي هو واخدها بالروك بتاعته. بالظبط، ما ينفعش نسيب الطرف الثاني او اللاعب الثاني مسيطر على الفايل لوحده، لازم يحصل مشاركه في الفايل عشان ما يقدرش يستغله بعد كده ان هو يكسب بيه ماتيريال او يعمل بيه هجوم على الملك بتاعه. في اكستشينج بيحصل دلوقتي. طبعا احمد بيطبق نفس الكلام اللي عملته حبيبه، بيشارك مع الوزير في الفايل، لان برضو الوزير بيقدر يقوم بنفس دور الروك اللي هو يسيطر على الفايل المفتوح. وجود الكوين الابيض على البورد مع البيشوب اللي في البي 2 اللي هو اكتف جدا ومفتح له دياجونال اتجاه الملك، ممكن يخلق بعض التهديدات اللي ممكن تكون مزعجه بالنسبه للبلاك، فعشان كده البلاك بيوفر يتريد الكوينز عشان يقدر يتخلص من الجزء التهديد او ممكن التشيك ميت باترن اللي ممكن يحصل عن طريق الكوين والبيشوب. وهنا احمد بيعمل تهديد للحصان اللي كان واقف في الكورنر، المفروض اصلا كان يسيبه واقف كده ما بيستخدموش الابيض، لان الحصان في الكورنر كان طبعا ما بيقومش باي دور، الحصان في السنتر كده هيبقى احسن وبيهاجم على العسكري. طبعا كان ممكن يستخدمها بطريقه افضل، كان ممكن يعمل الاول تهديد للمربع الحصان اللي كان هيرجع فيه وبعد كده يبدا يهاجمه بالعسكري عشان يخليه تراب الاول او يحاصره او يمنع مربعات الهروب بتاعته بعد كده يبدا يهاجمه. طبعا الحاجات دي بيتعلموها واحده واحده بعد كده في الادوار بتاعتهم. طبعا احمد بيعمل اوفر ان هو يتريد البيشوبس مع بعض عشان البيشوب اللي في البي 2 اكتف جدا وعايز يجي لما يحصل التريد في الاي 3 ويخلق شويه تهديدات بالكوين بتاعته. فنشوف ازاي حبيبه هتقدر تتعامل مع التريد دي، هل هي هتعمل تريد ولا هتتحرك بالبيشوب في مكان تاني. قررت تعمل تريد فعلا، عملت تريد ومسكت الفايل. طبعا هي فكرت طبعا الهدف من النقله بتاعتها، دايما كل نقله هنحاول يكون ليها هدف، الهدف منها في الموقف ده اللي هي تعمل تريد، تبعد الكوين بتاع الاسود عن الاوبن فايل، بعد كده هي تستحوذ على الاوبن فايل وتحاول تهاجم. واحمد رجع برده تاني يشارك معاها في الاوبن فايل. طبعا احنا قربنا ندخل على مرحله نهايه الدور اللي ممكن يحصل فيها تبادل القطع، لو في حاله انه يحصل القطع اول ما بتقل من على البورد او الكوين بتاعه الطرفين ما تكونش موجوده على البورد، تقريبا بيبقى قربنا من مرحله نهايه الدور. بالظبط، كل القطع ما تخف فعلا بيبقى وصلنا للاند جيم، مرحله الاند جيم اللي هي نهايه الدور. طبعا هنا حبيبه بتفكر ما بين اللي هي تسيب للاسود اللي هو يستحوذ على الفايل ولا تعمل تريدنج للكوين، لان الكوين بتاعها تحت التهديد دلوقتي. قررت فعلا تعمل اكستشينج، ودلوقتي نقدر نقول ان الماتيريال متكافئه جدا وحصان قصاد حصان، مفيش افضليه لاي طرف من الطرفين. وطبعا بما ان معظم القطع حصل لها اكستشينج وخرج كل القطع من البورد من ناحيه الطرفين اللاعب الابيض واللاعب الاسود، نقدر ننهي التحدي النهارده بالتعادل. وبكده يبقى وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، اتمنى تكونوا استفدتم واستمتعتم. اشوفكم على خير.